مرحبا بكم بالقرب من الآثار الرومانية التي كانت قبل الميلاد في مدينة ماردة الإسبانية في هذه المدرجات. التي كانت مكانا للاستهزاء بالعبيد. هذا المدرج الذي ترونه يسع ما يقارب 15,000 متفرج، ويتم استعراض العبيد المارقين أو الماردين بتعذيبهم بشتى أنواع العقوبة. فنقول الحمد لله على نعمة الإسلام، أن ديننا الإسلامي كان من أسبق الأديان إلى تعزيز مكانة الإنسان واحترام إنسانيته. هذه إذن البقعة من ماردة هي مكان المدرج الروماني، وتم التصوير في ظهيرة يوم الأحد الأول من شهر يناير من عام 2017 للميلاد.